السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الاثنين 10/2 كفر الشيخ حتة اسمها ضمر الحداد، طالعين القرموط بتوع مضاد الأرض بنظام العنكبوت. بس بإذن الله النهاردة يا جماعة بإذن الله هنجرب لكم برضه الاختراع، بس هنجربه آخر النهار لأن القرموط بيتحرك آخر النهار كويس فياخد معاك كويس. هنشتغل يا جماعة بتوع مضاد الأرض بنظام العنكبوت، تابعونا يا رجالة، وبإذن الله لو جت حاجة معانا هنصور. متنسوش لايك للفيديو، ولو أنت جديد معانا يا ريت تشرفنا واشتراك. هنجرب الاختراع يا رجالة. بتاعها عندك رصاصة، بس هنجربه بالطوع عشان المكان ده قام في قرمة كبيرة قوي، يعني معظمه صغير. طعمة اهي، وعندك الرصاصة والطعمة اهو، رصاصة اهي، طعمة اهو، رصاصة اهي، طعمة اهو، رصاصة اهي، طعمة اهو، وادي الرصاصة وادي الطعم. هنجرب بقى ونرمي ونسيبه شوية في المية ورزق بتاع ربنا. اهو رجالة، حبل الصنانير اهو، خطر الصنانير اهو، هنجربه في المية دي. ماشي على الماسورة ديت، لازم حاجة امشي عليه ماسورة كوبري عشان اعرف نفرد. هنا في قرميط معقولة اهي، اهو بيضرب اهو. اهو رجالة كده، عندك خيط؟ عندك كل حاجة؟ عندك في خيط بزيادة؟ خد خيطك واطلع بره على الشط. مطعمينه كله اهو رجالة، بس مطعم عشان المنطقة دي اصلا مفيهاش سمك كبير قوي يعني، فطبعا لو طعمنا مصبران هياخد وقت، فاحنا عايزين نطعم طعم عشان نجربه لكم بسرعة. تعال كده اهو علي بقى، شوف كده بس، انزل بقى جنب المواسير. اهو رجاله الرصاص ايه، بيريح الرصاص، بيريح معاك اهو الرصاص اهو كده، السنون كلها ريحت على الارض. تقوم انت بقى ايه شدد خيطك كده اهو، بس خلي بس خلي الرصاصه تحس انها ريحت على الارض، وبقيه خشبك كده اهو، واعملها على الشط اهي. اي حاجة بقى تعلق معاك يا رجالة تلاقي خضة بيلعب كده معاه، بيلعب كده. حطها عندك بقى وعلي بقى، حط اربطها عندك كده، اربطها عندك. هنسيبها بقى رجالة بقى 10 دقايق ولا حاجة او 15 دقيقة، وبعد كده نرجع نبص عليها. طبعا ما ينفعش ان انا اغيب عنه، لان لو فوق قرموط اتعلق وفضل الوقت كتير هيموت. 10 دقايق كده ونرجع نبص على رجالة. هنا فيها قرميط اهي، بس مش كبيرة طبعا للمصران. مصران عايز ليل، عايز ليل اهو، بص اهو مصران عايز ليل هنا، مش عايز نهار. فاحنا هنجربها دلوقتي بطعم، تابعونا يا شباب. هنسيبها ربع ساعة بإذن الله كده ونصطاد جنبها، وبعد كده نجيب الصالة. قرموطة برضو اهو، فيها قرميط بقى معقولة، مش وحش. تابعونا يا رجال، هنشوفها رجالة. بقالها اكتر من ربع ساعة دلوقتي. ابو علي سيب العود كده كده، ارفع قصادي كده الاول، سيب عودك كده، تعال بس ارفع قصادي، يكون عليه حاجة ولا حاجة ويموت. هنجرب بس ارفع كده، ولو مفيش حاجة ننزل تاني. ماشي، لو ما جابش حاجة انزل تاني. الخيط اهو، بس معرفش بقى في حاجة ولا لا. هنرفع ونشوف برزق بتاع ربنا. ارفع نجم كده، ارفع كده عندك، ارفع معلق حاجه اهو، معلق. امال ما كانش بيلعب ليه؟ الله، ده اتنين. امال ما كانش بيلعب ليه؟ طب خد عليه، خد عليك بقى، خد عليك يا مروان للناس المباشر كده، خد عليه. رموت صغيره يا رجاله، ما كانش بيتعلم معاها الخيط. خد عليك واطلع بره، عدي عدي الماسوره، عدي انت كده اهو، لف لف. هوريكم برضه في كادر واحد اهو رجاله. ماشي كده، خش انت، خش كده، خش لف. قرموطين يا رجاله،
حجمهم صغير معلمش في الخيط. انا كل ما شويه كل شويه ابص مفيش تعليق. حجم القرموط صغير عشان كده معلمش معاها في الخيط. كويس ان رفعنا، كان زمانهم ماتوا. نايم على السكه، نايم على السكه. فين الطعمه اللي هنا دي؟ زي ما هي اهي، دي اتاكلت اهي يا رجاله، اتاكلت اهي. المعلم اهو، شوف الخرابه. وعلي ده كان في وقت كتير، بقاله كتير في الميه. ما انا بقول لك مفيش تعليم في الخيط ده. كويس رفعنا، شوف كده في تاني. ودي التاكلة يا رجالة، والمعلم ده برضك اهو، حجمه صغير عشان كده ما معلمش معاه في الخيط. بس لو يا جماعة لو مصران يعمل معاك احلى شغل. ودي وريني كده، التاكلة برضك، التاكلة برضك اهو يا رجالة. احنا جبناهم مرموطين اهمت، مسافة دي تلت ساعة بس. طبعا طعم ضد ارض مش مصران، لان انت لو بتجربه في حته فيها فيها ارموك كبير وشغال مصران هتاخد احلى سمك. يعني معظم الطعم اتاكل ما عدا دي اللي كانت جنب الشط، مفيش حاجه دخلت عليها. الباقي كله دخل على سمك. احنا جربوا لكم اخر النهار يا رجاله، عشان القراميط في اخر النهار بتتحرك شويه. يلا عشان نمشي بقى كده كويس قوي. هصطاد تاني ولا هنمشي؟ لا نمشي. اهو رجاله الطعم اهو، اتاكل اهو برضك. اللي في النص كله هو اللي اتاكل. جاب رموتين دول، ده واللي هناك ده. تلت ساعة. بس على فكرة ده أبو علي واكل بدري، واكل بدري عن اللي عندك ده، عشان ده دايخ خالص اهو. شايف؟ ضايع. احنا يا جماعة جربناه لكم اهو. اهو باذن الله لو مره لقينا في ارميت كبيره هنجرب لكم مصر. يلا يا جماعه السلام عليكم. هنشوف مع بعض يا رجاله الادوات المستخدمه لعمل الفكر. صور يا سيف كده خيط يا جماعه، خيط. انا جايب الخيط ده خيط مقاس 150، مقاس 150. انا جايب خيط مقاس 45، خيط 50 ماشي يمشي معاك، خيط 55 يمشي معاك، 60 يمشي معاك. انا هعمل فكرتي طبعا، الشرع الميه مش هيبقى واسع قوي، 7 رصاصات سنون، هشتغل بسن 01 اهو. هتحتاج حته فله اللي هتلف عليها الفكره، تلفه عليها عشان بعد كده ما تقعدش ايه، يبقى جاهز معاك في اي وقت. هنشوف يا جماعه طريقه العمليه. معانا الخيط اللي بتاعنا 150 مقاس 150، ومعانا الرصاص بتاعنا اهو. طبعا انا عايز اول رصاصه تبقى جنب الشط، يعني اتقل رصاصه تبقى جنب الشط. الخيط بتاعك اهو ترميه كده وتسيبه ماشي، وتجيب اتقل رصاصه اهي. شوف يا جماعه عديها من ايه في الخيط. شوف الخيط ده يا جماعه اهو، الرصاصه ماشيه بتعمل ازاي. دي اول رصاصه تقيل. طبعا لو الرصاصه بتاعك مش عايزه تعدي في الخيط ده باي ابره، اي ابره خياطه، ووسعه بيها الابره الخياطه اهي، ووسع الفتحه عديناها. وبعد كده تعدي بقى الرصاص كله ورا بعض، بس سيب برضك اتقل رصاصه برضك في الاخر الجهه الثانيه تبقى جنب الشط. اهي يا رجاله انا موسع الرصاص كله بالابره عشان برضك ما ياخدش وقت من الفيديو اهو. انا بعدهم كده الاول عشان ما يدقونيش لما انا هبدا اشتغل والف على الايه، على بتاعه تبقى جاهزه يعني. اهي يا رجاله اخر واحده بقى التقيله هنخليها جنب الشط الجهه الثانيه. خدت بالكم اهي؟ تمام كده الرصاص بتاعنا كله. ارفع الكادر يا ابني، الرصاص اهو بتاعك اهو كده. انا عديت الرصاص كله اهو. تعالى شويه تروح بعيد كده ليه؟ اهو اهو الرصاص اهو رجعت، الرصاص اهو كده عديته. هقوم جايب مسقطهم تحت اهوت، هنجيب اول الخيط اهو. اول الخيط هنسيب مثلا مسافه عشان طبعا هربط جنب الشاط، دي مسافه مناسب. سيب مسافه مثلا 5 متر ولا حاجة، 5 متر اهو يا رجالة. تمام هنقوم جاي ايه
جايبين البتاع اللي الف عليها حاجه.